شكرا خالد جاسم، شكرا لكل الكباتن والمحللين الفنيين الموجودين في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم هنا من خلال احداث هذا اللقاء في الدور الثالث من مسابقة بطولة كأس سمو الأمير لعام 2014. العربي في الظهور الأول له في هذه المسابقة من خلال هذا العام يسعى لاستعادة ذكريات مضت 20 سنة العربي لم يصل من خلالها إلى المباراة النهائية. 21 سنة العربي لم يسبق له أو لم يتوج بلقب مسابقة بطولة كأس سمو الأمير. سنوات من البعاد والجفاء ما بين العربي وهذه البطولة أبعدت جماهيره من مدرجات ملعب المباراة استاذ سحيم بن حمد، لا وجود فيه لمشجعين النادي العربي ولا حتى تواجد لمشجعي نادي الوكرة من خلال مباراة اليوم. لكن الصورة في أرضية الميدان، العربي يلعب من أجل الوصول، الوكرة من أجل تخط آخر بعد أن نجح في الجولة الماضية وفي المرحلة الثانية من مسابقة كأس سمو الأمير في تجاوز نادي المرخية وعلى نفس هذا الملعب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. اليوم يسعى لتكرار الإنجاز وسط غياب أيضا حاضر ويستمر لفترة طويلة جدا من قبل اللاعب المغربي أنور ديبة، الرجل صاحب 30 سنة والذي سبق وأن بدأ الموسم مع نادي الوكرة من خلال مسابقة بطولة الدوري، لكن بعد ذلك سلم المشعل للمواطن الآخر سعيد بوطاهر لأن يكون حاضرا بالنسبة لنادي الوكرة مع سيباستيان سيز وميشيل سوزا اللاعبان المحترفان الموجودان في المقدمة بالإضافة إلى علي رحمة الموجود في المناطق الخلفية. ماهر الكنزاري المدرب العربي التونسي صاحب 41 سنة مدرب نادي الوكرة، الرجل الذي قدم أداءات كبيرة على مستوى كرة القدم التونسية وأنقذ الوكرة في الفترة القليلة التي جاء من خلالها لأن في مهمة صعبة جدا من أجل عدم الهبوط ونجح في مهمة مع نادي الوكرة. في الجانب الآخر أيضا المدرب باولو سيزار البرازيلي غوزماو هو الآخر نجح في مهمة مع النادي العربي في المباريات الست التي أدار فيها ودرب فيها النادي العربي في مسابقة بطولة الدوري، وبالتالي كان خير معوض وكان بديلا ناجحا بالنسبة لإدارة النادي العربي التي أنقذت الفريق في الأسابيع الأخيرة من مسابقة بطولة الدوري من خلال المباريات والنتائج الإيجابية التي حققها. العربي باللون الأحمر يلعب على يمين المشاهدين الكرام بوجود رجب حمزة في خط الدفاع أو في حراسة المرمى في خط الدفاع من الجهة اليسرى، موسى البركة، خوخيب علام، وأوريستوس جونيور، وفي الجهة اليمنى يتواجد ناصر نبيل في منتصف في ملعب البركة، لاعبي الارتكاز عبد الله معرفي وعبد العزيز حاتم، كريم زياني في الجهة اليمنى ومحمد مال الله في الجهة اليسرى، امامهم عبد الله مبارك العريمي او عبد الله هو من يلعب في الجهة اليمنى ومال الله في الجهة اليسرى، وامامهم كريم زياني وفي المقدمة اللاعب البرازيلي باندرلي. هذه هي الاسماء الحاضرة في تشكيلة النادي العربي مع مدربه البرازيلي غوزماو باولو سيزر. في الجانب المقابل المدرب العربي التونسي يسعى لان يضع بصمه على مستوى هذه المسابقه كما وضع مواطنه التونسي الاخر نبيل معلول بصمته على نادي الجيش وتوج بلقب مسابقه بطوله كاس قطر. ما شاء الله ثلاثه مدربين توانسه موجودين في بطوله الكاس الان يوصلون مشوار مع انديتهم سواء هنا او هنالك مع السيلية او حتى مع نادي الجيش. كل التوفيق للمدربين العرب من خلال مشوارهم هنا في مسابقات يوم على الاندية القطرية. كنزاري يبدا بصالح العيار في حراسة المرمى، خط دفاع مدري سيدي، جوهر الكعبي، علي رحيمة، وفي الجهات اليسرى احمد رحمة الله، او في الجهات اليمنى رحمة الله، في اليسرى احمد اليسيدي، وحيد محمد، علي رحمة المري، زين ياسر، سعيد بطاهر، ميشيل، وسيباستيان سيز ثاني هدافي مسابقة بطولة الدوري برصيد
18 هدف خلف أو 19 هدف لجورج سيباستيان سيزا خلف ألان ديوكو صاحب 22 هدف في صدارة جدول هداف في مسابقة بطولة دوري نجوم قطر. كرة لموسى البركة مصلحة النادي العربي. هذا الموسم تفوق للنادي العربي في مواجهات الفريقين ذهابا وإيابا، نجح في الفوز على مستوى مسابقة بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف واحد في القسم الأول، وبهدف فاندرلي في القسم الثاني. كرة إلى عبد الله معرفي، عبد الله يعيد الكرة الماضية تصل إلى أوريستوس جونيور اللاعب البرازيلي الذي جاء بديلا لمحمد السيد عدران الذي بدأ الموسم مع النادي العربي لكنه بعد ذلك رحل وتم إنهاء خدماته والاعتماد على البرازيلي أوريستوس جونيور من أجل أن يكون حاضرا في خط الدفاع. للأمانة ما هو أفضل من محمد السيد عدران، محمد السيد عدران تم الاستغناء عنه في فترة بدأ فيها يدخل إلى أجواء النادي العربي ويتأقلم بشكل كبير مع أداء اللاعبين ويضع بصمته خلال المباريات الأخيرة التي تم من خلالها الاستغناء بعد ذلك عن محمد السيد عدران. جوار الكعبي لاعب النادي العربي السابق وفي مناق في مقاعد البدلاء أيضا هنالك عرباوي آخر بالنسبة لنادي الوكر يجلس على مقاعد البدلاء هو اللاعب وليد حمزة، لكن وليد أيضا ما هو موجود في مباراة اليوم لا أساسيا ولا على مقاعد البدلاء من خلال هذا اللقاء مع نادي الوكرة مع المدرب ماهر الكنزاري. كرة في الجهات اليسرى فيها تغيير تصل إلى موسى البركة. موسى كريم زياني مرور بشكل مثالي جدا من الجهات اليسرى لكريم على مشارف المنطقة يلعب عرضية في المنطقة لكن أيضا جوهر الكعبي يتصدى للمحاولة الماضية الكرة الماضية تعيد المحاولة لمصلحة النادي العربي. عبد العزيز حاتم إلى أوريستوس جونيور أمامية ملعوبة الكرة الماضية وصلت عن طريق اللاعب عبد الله معرفي إلى محمد إلى عبد الله مبارك العريمي عادت مرتدة سريعة في سيباستيان سيز في الجهة اليسرى يبحث التقدم الآن تغطية من بخوخي بوعلام كرة الماضية اصطدمت تحولت عادت مرة أخرى لمصلحة نادي الوكرة. يعني اليوم حتى الرابطة جماهير نادي الوكرة ورابطة جماهير النادي العربي تغيب عن مباراة اليوم، رابطة الجماهير ما هي موجودة في مدرجات ملعب المباراة. يعني هزيج ما راح نسمعها تأثير على المباراة، ما راح يتواجد حتى بالنسبة لجماهير النادي العربي حقيقة التي اعتدنا عليها ونسمع دائما بأن النادي العربي عندما تتحدث عن القاعدة الجماهيرية الأكبر أمام العرباوية فهم يتفاخرون بأنهم أكبر القواعد الجماهيرية الموجودة هنا في دولة قطر. اليوم ما في أحد في المدرجات، ما في أحد يعقل بأن يكون هذا منظر لنادي جماهيري هنا في مدرجات ملعب سحيم بن حمد. غابت الإنجازات، غابت البطولات نعم، لكن أيضا الجماهير تغيب من مدرجات ملعب المباريات التي يلعب فيها النادي العربي. وجيك واحد بعدين قاعد في بيته حاط ريل على ريل يقول لك اللاعبين ما فيهم روح والإدارة فاشلة ويجب عليهم أن يرحلوا وخلوا غيركم ياخذ فرصته. طيب يا أخي أدي اللي عليك وتعال في المدرجات، تعال شجع فريقك، بعد ذلك انتقد ما شئت وتكلم عن ما شئت. حقيقة مو قاعد في بيتكم تشرب شاي مستانس في الجو البارد وحاط ريل على ريل وماسك جوالك وفي تويتر إدارة النادي العربي فاشلة. يا رجل يا رجل تكلم بالمنطق وبالمعقول. كرة لمصلحة نادي الوكرة في الجهات اليسرى ملعوبة في منطقة على مشارف المنطقة الآن. لم يكن الاستلام بالشكل المطلوب في اللقطة الماضية من سيباستيان سيز. عادت المحاولة إلى كريم زياني إلى عبد الله مبارك الإعلامي، لمسات متبادلة ما بين لاعبون النادي العربي. تعود المحاولة إلى كريم. موسى البركة محاولة إلى الجهة اليسرى تصل إلى سعيد بطاهر. حمود اليزيدي يسيطر على كرته قبل ما تطلع، يعيد المحاولة إلى أرضية الملعب تصل عن طريق اللاعب جوهر الكعبي. محاولة ملعوبة تصل إلى وحيد محمد.
تعود الكرة بالجهة اليسرى إلى خارج أرضية الملعب. هذا المدرب البرازيلي باولو سيزار غوزماو. يلعب كرة في الجهة اليمنى، ميشيل يبحث عن التقدم الآن. البرازيلي كان له تأثير كبير جدا مع نادي الوكرة مع بداية مسابقة بطولة الدوري، لكن بعد ذلك غاب لفترات وفترات عن التسجيل وعاد مرة أخرى ليسجل حضوره في المباريات الماضية بشكل أو بآخر، لكن أيضا ترك المجال بشكل رائع جدا لسيباستيان سيز. الذي وصل إلى أن يكون منافسا على لقب المسابقة في هداف بطولة الدوري، ووصل رصيده إلى 19 هدف في المركز الثاني على مستوى الهدافين. سيباستيان سيز الرجل الذي ساهم بشكل كبير في إنقاذ الوكرة بعد ما كان يعاني بشكل أو بآخر، وكان ممكن أن نشاهده في الموسم القادم في أندية الدرجة الثانية، لكن مع ماهر الكنزاري الأمور تبدلت تغيرت. معليش أنا قلت وليد حمزة، وليد حمزة في النادي الأهلي من خلال مسابقة هذا الموسم، ولكنه أحد الأسماء التي تاريخيا مثلت ولعبت للفريقين، حالة كحال أيضا اللاعب جور الكعبي، كحال اللاعب الآخر أيضا الموجود بالنسبة لنادي الوكرة اللي هو علي مجبل، لاعب نادي الوكرة المتواجد على مقاعد البدلاء، أيضا من الأسماء التي لعبت للفريقين تاريخيا أيضا معاذ يوسف مثل وارتدى قميص الفريقين.